الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ خبر عاجل لسه وصل لنا حالا انه المدارس في ساسكاتشوان بشكل عام من الحضانه الى جريد 12 هتتوقف تماما يوم 20 مارس 2020. ده معناه انه يعني الدرجات هتبقى على ما هي عليه الان، فالناس اللي هم من جريد 9 لجريد 12 هياخدوا درجات لغايه الميد تيرمز اللي حصلت، هي دي درجاتهم، او من بدايه السنه هم بياخدوا، يعني انتم عارفين بتكون في درجات الهوم ووركس والتست الى اخره، فهو الدرجه المعدل بتاعهم الحالي هو ده هيكون معدل الفصل ده بالنسبه لهم. والناس اللي هم خلاص المفروض يتخرجوا من جريد 12 هيعتبروهم تخرجوا خلاص من الثانويه العامه ويدوهم شهاده الدبلومه بتاعت الثانويه العامه هنا. في ناس كتير كانوا زعلانه من اللي عارفهم في مصر وعايزين يوصلوا على اساس ان هم يلحقوا السنه الدراسيه، سبحان الله ابريل يجوا في ابريل ولا مارش، هاي السنه الدراسيه انتهت، وما تزعلوش على الناس اللي اتاخروا، ما تزعلوش هاي السنه انتهت. في ناس كانوا عايزين يلحقوا ورقهم مش عايز يخلص وعايزين يجوا قبل ما تخلص عشان يدخلوا اولادهم الى اخره. ربنا يعدي الازمه دي على خير ويحفظنا جميعا من كل شر. ما تنسناش من الدعم، شير، لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس. دعواتكم، في امان الله.